وهذه مشاهدينا الصور المباشرة لوصول رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة الخليجية العربية الصينية. إذن مشاهدينا، يتوالى وصول القادة العرب إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية الخليجية الصينية التي انطلقت أعمالها وتستمر، وسنتناقش قضايا مهمة جدا بين الجانبين العربي والخليجي والصيني ضمن الأطر السياسية والاقتصادية والأمنية وحتى الثقافية. وكما شاهدنا قبل دقائق، وها هي الطائرة تصل إلى العاصمة السعودية الرياض، الطائرة العراقية التي تحمل الوفد العراقي مع رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني. إذا مشاهدينا، كما نشاهد وإياكم رئيس الوزراء العراقي يصل إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية الصينية. وكما تابعنا وإياكم خلال الساعات الماضية توالي وصول الوفود العربية المشاركة إلى العاصمة الرياض. اليوم تم توقيع اتفاقيات عدة بين الجانب السعودي والصيني، كما ذكر وزير الاستثمار السعودي. تضمن التوقيع 35 اتفاقية بين مؤسسات سعودية وصينية في قطاعات عدة، كان من بينها الطاقة والتعدين والنقل وسلاسل الإمداد. أيضا هناك اتفاقيات الخدمات اللوجستية وتصنيع المركبات والرعاية الطبية وتقنية المعلومات. وبانتظار أيضا مجريات قمة يوم غد، ونعود لنذكر أن هذه الصور المباشرة التي نشاهدها الآن لهبوط الطائرة العراقية إلى العاصمة، إلى المطار العاصمة السعودية الرياض، حيث وصل رئيس الوزراء العراقي للمشاركة في القمة العربية الصينية.